السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب وطالبات الصف العاشر. إن شاء الله اليوم رح نحكي عن الفصل الأخير من مادة الجغرافيا، اللي هو مشكلات بيئية إقليمية. مشكلات بيئية إقليمية يعني ما مش بس موجودة عندنا مثلا في عمان أو في الزرقاء، لا، موجودة في الإقليم كامل. أول مشكلة رح نحكي عنها اللي هي مشكلة الجزر الحرارية. شو يعني جزر حرارية؟ ايش اسباب الجزر الحرارية؟ طبعا هسه التوسع العمراني اللي صار في المدن، زاد عدد السكان، زادت انشطتهم الاقتصادية، هاي الامور زادت من انبعاثات حرارية وملوثات هوائية بتأثر على خصائص المناخ. طبعا ابرز هاي الظواهر اللي هي تكون الجزر الحرارية. شو يعني؟ يعني انه حرارة منطقة بترتفع عن المناطق المحيطة فيها. لو بدنا نحكي بمصطلح الجغرافي اللي هو مصطلح مناخي، يطلق على ارتفاع درجات الحرارة على نطاق المدن الكبيرة والصناعية بشكل أكبر من المناطق المحيطة بها. لو بدنا نيجي نعطي مثال عليها، عندنا مدينة الزرقاء. مدينة الزرقاء بتتشكل فيها الجزر الحرارية نتيجة للتوسع الصناعي، لازدياد أعداد الناس فيها، زيادة التلوث، فبالتالي درجة حرارة مدينة الزرقاء أعلى من المناطق المحيطة فيها. طبعا هاي الظاهرة أو هاي المشكلة البيئية أسبابها اللي هي التنمية الحضرية للإنسان بيقوم فيها، يعني بقطع الأشجار عشان يبني مصنع أو بقطع الأشجار عشان يبني بيت مثلا، فبتقل عندي نسبة غاز الأكسجين وبتزيد عندي نسبة ثاني أكسيد الكربون، فبالتالي بتزيد عندي درجة الحرارة عن معدلاتها بين درجتين لست درجات مئوية. هنا في الكتاب لو بدنا نيجي نشوف هاي الرسمة، طبعا هاي الرسمة اللي هي القبة الحرارية في المدينة. اطلعوا هون عندي على المناطق الريفية، مناطق الضواحي اللي فيها أشجار، مناطق المتنزهات ما فيها درجة حرارة عالية مثل وسط المدينة. وسط المدينة ممكن تتراوح درجة الحرارة ل 32، بس في المناطق الريفية بتوصل ل 29 أو ل 30 بالكتير. تمام، نيجي نشوف العوامل اللي بتساعد على تشكل الجزر الحرارية. أول إشي عندي نمط استخدام الأرض، أنا بإيش بستخدم الأراضي. طبعا صار الإنسان يبني طرق، يبني مباني بمواد الإسمنت والإسفلت. هاي المواد تتميز بأنها إلها قدرة كثير كبيرة على امتصاص الحرارة. طبعا استعمالها المتزايد لمصادر الطاقة زي النفط، الفحم الحجري، تقليله من مساحة الغطاء النباتي في المدن، يعني صار يقطع الأشجار عشان يبني، هاي كلها بتساهم في تكون الجزر الحرارية. هذا أول عامل. تلوث الهواء، طبعا احنا بنشوف انه مناطق الريف مناطق نظيفة ما فيها تلوث زي المدن. ليش؟ لان المدن بتزدحم بوسائل النقل والمواصلات اللي بتنبعث منها كميات كبيرة من ثاني اكسيد الكربون اللي بيمتص بعض الاشعة الحرارية اللي بتنعكس عن سطح الارض وبيحتفظ فيها. كيف؟ ثاني اكسيد الكربون اذا كان منتشر كثير بالجو بيمتص درجة الحرارة وبيمنع انها تخرج للفضاء الخارجي، فبالتالي بتزيد درجة حرارة المنطقة. الخصائص التوبوغرافية والمسطحات المائية، طبعا بيحكي لي بتتشكل جزر حرارية في مناطق الأودية والمنخفضات بشكل أكبر من المناطق المرتفعة. ليش؟ لأنه في ركود بحركة الهواء. هسا لما نيجي مثلا نعطي مثال، مين أبرد، عجلون ولا الغور؟ عطول رح تحكوا لي عجلون. ليه؟ عجلون ليش؟ لأن عجلون منطقة مرتفعة فيها حركة هواء، بس الغور منطقة منخفضة وكثير كمان ما فيها هواء، فبالتالي بتزيد فيها درجة الحرارة. طبعا برضو بتتكون الجزر الحرارية في المدن ذات المناطق الساحلية اللي بتقع في الأحواض التوبوغرافية اللي بتعيق حركة الرياح فيها زي مدينة عمان. أما المدن اللي بتقع على السفوح الجبلية والمنحدرات ما بتسمح فيها بتكون جزر الحرارية. برضو المدن اللي بتجي فيها الأنهار اللي بتقع على السواحل بتنخفض فيها درجات الحرارة، فما بتتكون فيها الجزر مقارنة مع المدن الداخلية. رابع عامل اللي هو حجم المدينة وكثافة البناء. في عندي علاقة طردية بين حجم المدينة ونمو الجزيرة. كل ما اتسعت المدينة وزاد عدد سكانها
زاد نمو الجزيرة الحرارية فيها، كما أن زيادة كثافة البناء، يعني كل ما زاد عندي البناء والأنشطة البشرية وارتفاع المباني وتزاحمها وضيق الشوارع، هاي الأمور بتصير عندي بعديها بتصير في عندي عملية إبطاء للتخلص من الطاقة، فبالتالي بتصير في عندي تكون للجزر الحرارية. طبعاً إيش آثار الجزر الحرارية؟ أول إشي بدي أشوف أثرها على عناصر المناخ. بتأثر الجزر الحرارية على عناصر المناخ المحلي، فبتزيد درجة الحرارة والأمطار، بتزيد نسبة التغيم، تتناقص عندي سرعة الرياح والرطوبة النسبية والإشعاع في المدن. بصحة الإنسان طبعاً بتأثر سلباً على صحة الإنسان وقدرته على بذل جهد إضافي. نيجي للحلول المقترحة للحد من آثار الجزر الحرارية. عندي لازم أزيد من الغطاء النباتي، لأنه بيأثر في خفض درجة حرارة الهواء في المدن، وبيمتص كمية من الإشعاع الشمس الساقط عليه وبدوره في عملية النتح وإطلاقه كميات كبيرة من الأكسجين، وبيمتص ثاني أكسيد الكربون. لازم أقلل من تلوث الهواء. كيف؟ بدي أحط تشريعات بتحد من تركز الملوثات في الهواء. بدي أستخدم مصادر طاقة البديلة، يعني أنا بدل ما أستخدم النفط اللي هو بلوث عندي الهواء، لا، أستخدم الطاقة الشمسية. بدي أبرد السطوح. كيف؟ بدي ألون أو أطلي سطوح المنازل باللون الأبيض اللي هي ما بتمتص عندي الحرارة بل بتعكسها. السطوح الخضراء شو يعني؟ اللي هي حديقة السطح. شو التعريف حديقة السطح؟ اللي هي زراعة النباتات على سطوح المباني والمصانع، فبتعمل على خفض درجة حرارة الهواء عندي، أو بتشكل مادة عازلة للمباني بتحول دون انتقال الحرارة إليها. آخر إشي بدي أحكي عن التخطيط السليم، إنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار عنصري المناخ والتضاريس لما بدي أجي أنشئ المدن والمدن الصناعية. بدي أعمل على جعل حركة الهواء معتدلة في أكثر الأوقات. بدي أحرص على المساواة ارتفاع المباني وأشكالها واتجاهاتها وتنسيقها. طبعاً أكثر المناطق اللي بتقل فيها رطوبة نسبية هي وسط المدينة، خاصة بفصل الصيف، بس بتزداد نحو كل ما ابتعدنا نحو الأطراف والمناطق والأحياء الهامشية في المدن. طيب يا عاشر، هلا بدنا نحكي عن تاني مشكلة اللي هي مشكلة الزحف العمراني. طبعا هاي المشكلة من المشكلات المعاصرة اللي بيشهدها العالم. شو يعني معاصرة؟ يعني ما كانت في الوقت الماضي، هاي مشكلة حديثة خاصة في الدول النامية، اللي هاي الدول بتتميز بزيادة عدد سكان فيها بشكل سريع. طبعا هذا الزحف العمراني بيكون على حساب الأراضي الزراعية التي تعد مصدر غذاء للإنسان ونشاطه الاقتصادي. شو يعني؟ يعني أنا باجي على الأراضي الزراعية اللي بزرع فيها وبشيل كل الأشجار وباجي ببني بدالها. شو بدي أعرف الزحف العمراني؟ اللي هو زيادة مساحة المدن وضواحيها على حساب الأراضي الزراعية والمناطق المحيطة فيها. في عندي عدة أسباب يا عاشر للزحف العمراني. أول إشي النمو السكاني للمدن. كل ما زاد عندي النمو السكاني السريع، بتزيد حاجات الإنسان من بناء السكن والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية، فبالتالي بتزيد مساحة المدينة وامتدادها الأفقي على حساب الأراضي الزراعية. طبعا عندي مشكلة أو ظاهرة اسمها ظاهرة التحضر، اللي بتعني تركز السكان في المدن بشكل كبير في اتساعها، حيث كانت نسبة سكان العالم في مطلع القرن العشرين أقل من 5% من طبعاً سكان المدن أقل من 5% من سكان العالم، بس استمرت هاي الزيادة لحتى وصلت لنحو 65% نسبة التحضر بعام 2014. في عندي يا عاشر خريطة في الكتاب اللي هي نسبة التحضر في دول العالم. طبعاً الألوان الغامقة بتعبر على إنه التحضر مرتفع. عندي الأمريكيتين التحضر فيها مرتفع، عندي أستراليا التحضر فيها مرتفع، نيجي لا مثلا السعودية، ليبيا، روسيا، أوروبا التحضر فيها مرتفع بشكل كبير. نيجي نحكي عن تاني سبب اللي هو الزيادة الطبيعية
والهجرة، طبعا التقدم العلمي اللي صار، التكنولوجي اللي بيشهده العالم في القرن اللي شهده في العالم في القرن الماضي، وارتفاع معدل المواليد وتناقص معدل الوفيات، لأنه صار عندي تقدم في الرعاية الصحية، صار في عندي قضاء على الأمراض، وأدى لتطور أنشطة اقتصادية زي الصناعة والتجارة واستقطاب الأيدي العاملة اللي هاجرت من الريف للمدينة عشان يبحثوا عن حياة أفضل، زاد في عملية الزحف العمراني، التوسع في شبكات الطرق والنقل. طبعا كل ما زاد عدد السكان إشي أكيد بده يزيد عندي شبكات الطرق والنقل والمواصلات اللي هي بيفتحوها عن طريق الأراضي الزراعية. التخطيط غير السليم، طبعا أنا لما ما يكون عندي تخطيط سليم في إنه أنا كيف بدي أتوسع عمرانيا مش على حساب الأراضي الزراعية، بصير في عندي مشكلة الزحف العمراني. طبعا هجرة الريف، هجرة الأيدي العاملة من الريف للمدينة، لأنه في عندي بالمدينة فرص عمل، خدمات وأنشطة اقتصادية، برضو زاد من مشكلة الزحف العمراني. عندي الجانب الاقتصادي والسلوكي. شو يعني؟ يعني أنا إذا صح لي، أنا كمس إسراء إذا صح لي أو حكوا لي تعيشي في الريف أو في المدينة، أنا ما بفضل الريف، أنا بفضل المدينة زي باقي السكان. فبحكي لي عندي فئة من الناس بتحب تعيش في الضواحي خارج المدينة. طبعا لما تعيش في الضواحي اللي هي خارج المدينة، بدها تقوم على إنها تبني مثلا بيوتها على الأراضي الزراعية. طبعا هاي مشكلة، ليش الناس بيحبوا يعيشوا في خارج المدينة؟ بدهم هدوء، بدهم يبتعدوا عن الضوضاء والتلوث، فخلاهم هذا الأمر يقتطعوا مساحة معينة من الأرض ويحولوها لأرض سكنية ترفيهية بدون ما يستفيدوا منها في الزراعة. نيجي لآثار الزحف العمراني. عندي مشكلة التصحر اللي هو بتصير بسبب تراجع مساحة الأرض الزراعية وزيادة مساحة المباني، فبمهد الطريق بدرجة أو بأخرى لحدوث التصحر. القضاء على الغطاء النباتي بقطع الأشجار والنباتات وتعبيد الشوارع وإنشاء الطرق العامة. تعرض التربة للتعرية والانجراف، لأنه أنا ببني منشآت، بفتح الطرق، بمد الأنابيب وبستخرج المعادن. بتنخفض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية المنتجة، فبصير عندي ضعف بالأمن الغذائي، فالدولة بتضطر إنها تستورد مواد غذائية من الدول الأخرى. عندي التلوث والإخلال بالنظام البيئي بسبب النمو العشوائي للمساكن وقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي. طبعا هاي بيؤدي لمشكلة أكبر اللي هي مشكلة الاحتباس الحراري، يعني بتزيد عندي درجة الحرارة عن الدرجات العامة. هسا إيش في عندي حلول مقترحة؟ عندي بدي أمنح رخص البناء في الأراضي الزراعية، بدي أوجه التوسع الحضري المستقبلي لمناطق غير صالحة للزراعة اللي هي الصحراء، بدي أبني المساكن بشكل عمودي. شو يعني عمودي؟ يعني طوابق، بدل ما أبني بشكل أفقي بيوت مستقلة، لا أنا بستغل الأراضي وببني عمودي. بدي أخطط تخطيط جيد لمواقع الأنشطة الصناعية، بدي أحط سياسات تتعلق بإدارة الأراضي واستخدامها. هيك بنكون أنهينا مادة الجغرافيا يا 9 يا 10، ويعطيكم ألف عافية.